كما أدعو في هذه اللحظة السيد المحترم أحمد الشرقي مدير المركز الثقافي بالعرائش للالتحاق بنا لتقديم هدية للمكرم الأستاذ أحمد فراج. كذلك نطلب من الاستاذ عبد القادر الاسماعيلي الالتحاق بالخشبه من اجل تسليم الاستاذ المكرم هديه رمزيه. استاذ عبد القادر الاسماعيلي. كما ادعو في هذه اللحظه السيده المحترمه مديره المعهد للالتحاق لتقديم هديه للمكرم الاستاذ احمد فرج. كما أدعو في هذه اللحظات السيد عبد الرحمن الحليمي للالتحاق لتقديم هدية للمكرم الأستاذ أحمد فراج. كذلك نطلب من جميع اساتذه معالي الاتحاد في لحظه تكريم الاستاذ احمد. أيها الأخوة، الأستاذ مرزاق سوف يؤدي أو يقدم هدية متواضعة لصديقه أحمد فرج. Thank you.
أستاذ مرزاق، هذا اليوم إلا أن شركة صديقة وصديقة عمرها أحمد بكلمة تكريم وارتجال، نترككم مع كلمة مرزاق. Thank you.